اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد. اوكي، انا كندور في اليوتيوب ويطلع لي هذا الشخص هذا عن طريق الالغوريثمز وسميتو مجمع الاصحاب. كنقول ناري الكاليتي ديال الفيديو، شو كيفاش دايره الكاليتي ديال الفيديو. 144 بي، خلينا معايا 144 بي، 1 day ago. بالنسبه للتعاليق كاملين كيتنمروا عليه، كاملين كيقولوا لي الاغي انت ما محسنش. في الاول انا حسبني صدام حسين، والله الا كيشبه صدام حسين اللي كانوا غيقتلوه، اللي كانوا غيعدموه هذوك ما عرفتش واش يهود ولا الميريكان ولا ماشي. المهم اللي كانوا غيعدموا صدام حسين كندير بحال هكا، شوف شوف اللحيه، شوف الشعر، وراه ما دايرهاش بالعاني، لكن اللي لغلي هذا الشيء حرفيا البساطه والتلقائيه في الموضوع. هاد الشخص هذا نقدر نقول لكم هو منانوك تاني، تعقلوا على منانوك؟ ما عرفتش واش كلشي يعرف منانوك. كان واحد الجزائري هبيل، ولكن واحد الوقيته در عقلو ما بقاش كي بقاش الناس كيتمسكوا ليه. دابا هاد الساط هذا فريمون فاقدها، وفاقدها لواحد الدرجه نقدر نقول عليه فيلسوف، ما نكذبش عليك، هذا فيلسوف ضائع، فيلسوف ضائع. وعلى حسب ما فهمت هو زماغري، بمعنى مغربي عايش ربما في إسبانيا. وكنتقل من موضوع لموضوع بواحد التلقائية عجيبة جدا، وغالبا مرض نفسي، ما عرفت، لا ماشي بالضرورة مرض نفسي، ولكن أنا كنقول غالبا مرض نفسي، يعني ناس اللي شي شوية عندهم علامة، ماشي مرض نفسي كامل، عندهم علامة تاع السكيزوفرينيا، كيكون عندهم بحال هكا القابلية أنه يبقى يهضر في شي حاجة ومن بعد يدوي في شي حاجة أخرى ومن بعد في شي حاجة أخرى. المهم هاد الشخص بعقله يعني كيعرف يميز ما بين الخطأ والصواب، وذكي هاد الشخص هذا، ولكن غريب، والله الا غريب، يعني بحال اي دي بيسر. تتعرفوا اي دي بيسر، داك المغرب اللي كيكون كيدوي في شي حاجه ومن بعد كيدوي في حاجه اخرى، او لا زوز فلوغ. ربما هاد الشخص هذا يكون هو الاب ديالهم بجوج. هاد الشخص هذا كيسمي راسو سرديه واحد، وكيكتب الشهر واليوم والسنه والموعد والوقت، بحال دابا هاد الفيديو ابلوداها مع الوحده وقسمين سرديه، زعما كيعاود السرد ديالو الاحداث. ف الى قبلتو عليا غادي ندير واحد الرياكسيون، وهاد الرياكسيون نكون بحال هكا نتفرج فيه وصافي. ربما هذا هو انا، ربما هذا هو انا مورا 10 سنين فاش تهرب عليا حب قلبي، و هذا انا وحق رب مورا 10 سنين ولا 20 عام. هاكو غنكبر، الى كبرت هاكو غنكبر نولي انا ملي شي هبيل وصافي وحق الله. ما كاين لا ما هاد القناه، ما هاد القناه ما طالعهاش، وهاد الحياه ما طالعهاش، انا ولي بحال هكا الصاد يمالك كيدور في العشينه شويه. المهم تفرجت 14 دقيقه قلت ما يمكنش هاد الشخص هذا هو جوهره مخفيه، هاد الشخص هذا هو دياموندا مخفيه، ما كرهتكمش تدخلوا عنده. كيقول الصحيح وكيقول الخطا، انا ما نقولش لكم هاد الشخص كيقول الصحيح 100%، ولكن الناس كاينين، الناس بعدا كيبغيو شي واحد يطلقوه انه يبقى غير يهضر في الخلفيه بحال باك جراوند نويز. شي ناس ما كيكونش حداهم شي واحد يونسهم، وكيبغيو مثلا التلفازه ولا شي توشيه، هاد الشخص هذا طلقوه وخليه يبقى يدوي بحال شي هبيل. انا ماشي كنقد من قيمته، ولكن غير بحال دوك الحماق اللي تيضرب في الزنقه بروج ولا، ولكن هاد الشخص ذكي، انا ماشي كنحقر منه نهائيا، بالعكس كنحترمه. وكتب انا الوحيد اللي في لي كومونتير شكرتو، قلت ليه فيديو رائع جدا. المهم خليكم مع هذا الفيديو. 14 جوان او يونيو 2024. المهم كنصور هاد الشيء في هاد الصباح هذا، شحال هادي ما سجلت شي حاجة. المهم كيجيو بزاف الأفكار وبزاف الأشياء، وكيبقاو كيتسنى الواحد كيأجلهم شي شوية كيأخرهم، وفي التالي ما كتبقاش عنده ديك الحماسة ولا ديك القوة الدافعة. المهم في هاد الشي هذا راني كنفطر الصباح بوحدي، إذا فطور بوحدي كما العادة. الخبز يعني العجيب في الأمر القهوة هي
الخبز هوايا، الخبز هذا، المخمر. إذن أمور كثيرة يعني يمكن يقولها الواحد في هذه الوقيتة. هذه القهوة شوية مسخنة دافعة الطرح. المهم القهوة مسخنة دافع الطرح. لا إلا عجيبة الصوت، عجيبة تشوف. ما كانش عندي واحد بوشتو تشارك، ما عرفتش واش كاين هنايا ولا لا. بوشتو تشارك ما عرفتش، حيت علاش قدر يبدا يهضر وانا كنتنفس، ما سمعش التنفس ديالي شكيلي. صافي ما تسمعش. اوكي هذه الأشياء اللي كتكون أشياء يعني مخفية. أنت كتصاوب فطورك في دارك وكدير فيه داكشي اللي كتبغي ولا اللي عندك، وانت واحد ما يمكنش يعني بحال في واحد نوع من الخصوصية. الفطور فيه نوع من الخصوصية. والله جانات بي. انتم تسمعوا هولسم، هاد الشخص هذا هولسم. كليتي شي حاجة يعني ماشي، المهم ماشي هي هذيك، يعني انت ماشي في باغي توري، ماشي في لا غوبريزونطاسيون، انت في الحياة العادية مضارب مع داكشي اللي عندك. ولكن بزاف الملاحظات بالطبع، دائما هناك ملاحظات، ولكن ملاحظات اللي هي مرتبطة بهذا الموضوع هذا، وكيمكن لها تخرج منه مع هذه الوضعية، هذه وضعية ديال الإنسان الموحد أو المتوحد أو إلى آخره، الإنسان اللي هو بغا يقول وحداني، قال الإنسان الموحد المتوحد. التوحد هو الأوتيزم، بغا يقول وحداني، حيت دابا يشرح لكم بأنه يشرح لنا بأنه ما عندوش المرأة. أوكي أنه كيعجن بوحدو، which is fucking wholesome. الشخص هذا 200 أي كيو. وضعية التوحدانية. إذا الأمر كيولي عادي، دازت عليه هذه مع شحال 20 عام أو تقريبا أو شي حاجة، كيولي 20 عام وعايش بوحدو صعيبة، ريسبكت. صافي باش تعيش 20 عام بوحدك وما تبقاش عقلك، يا سلام يا سلام. من عذره انه ما كيحسنش، ما كي هذا، قال لك صافي ما بقاش باغي يوري للمجتمع حتى شي حاجه. واغلب الفلاسفه دايرين بحالك، وصراحه سقراط الى اخره كاملين عندهم ديك الحياه تالهنا والشعر تالهنا، وما تيتسوقوش. اللي عادي، كتفطر بوحدك، كتغدى بوحدك، كدير كل شيء بوحدك، كطيب بوحدك، كتعجن الخبز ديالك بوحدك، كل شيء. توليتي يعني كل شيء ربحتيه في الايام، كل شيء زعما قديتي، توليتي كتصاوب الخبز، انت تذكر انت الراجل، وليتي كتصاوب الخبز ديال راسك، يعني رجعتي يعني قل من الزوفري. الزوفري يقدر يطيب الجميلة ديالو ولكن ما يصاوبش الخبز ديالو، انت كتصاوب الخبز ديالك لان باغي تقاصد شوية الخبز ديال السوق غالي، او لما داك الرخيص ما فيه ما يصلح، انت كتولي كتصاوب المخمار، تبقى لك على المخمار، وكتولي كتصاوب الخبز الاخر وهذا وغادي، ومره تحاول مع تزيد فيه البشنه، مره تزيد فيه الشعير، مره تزيد فيه السميد، انت كتخربق. اذا واش هادشي معقول؟ وجد شي معقول الاخوان؟ انا كنشوفها معقولة. طيب اخويا وعجن، هادشي باش توصل بك انك خصك تعجن باش يعني كيجيك الخبز ديال الزنقة غالي، صعيب الحال. داكشي باش ربما هاد لاشين عادو، هاد لاشين عادي نتمنى ناس كبر ليه ويكتشف شنو هو الادسنس ويدخلوا شوية الفلوس. بالطبع يعني ماشي كاينه ادوار يعني خاصه تقول النساء هما اللي خاصهم يتكلفوا بهذا المسألة. صحيح هاد الهضره اللي قال صحيح، ماشي غير النساء بوحدهم اللي خصهم يطيبوا ويعجنوا وداكشي، الراجل هي كان بوحدو خاصو يدير كل شيء، وما يقولش لا راه الدور ديال المراه انها تعجن وداكشي. فهمتوني شنو بغيت نقول؟ كاين شي ناس ربما ولاو عندهم واحد التفكير كيقولك لا انا راجل
الى عجنت وكذا المراه ما تبقاش تحب لي الى اخره. سنفو، واش انت فيك الجوع ولا انت ما فيكش الجوع؟ بقى غير واش مراتك تحبك ولا ما تحبكش. سير اخويا طيب ماكلتك وصافي لك ذات سيت. المسائل هذه يعني انا غير على حق ما عنديش المرأة. هذا الشيء يمكن لك ديره واخا يعني غير كيفاش الانسان في وضعية اللي هي وضعية غير عادية كترجع عادية مع مرور الوقت، وتا واحد ما كيبقى يتأثر بها، والشخص اللي كيتعرض ليها واللي كيعيشها تا هو ما بقاش يتشكى منها ولا يهضر عليها الا نادرا. المهم في أمور كثيرة كثيرة كثيرة. المهم زيت العود، ها هو يا الفرق ما بين زيت العود ديال، يعني أنا كان ناكل زيت العود تاع إسبانيا. الفرق ما بين يعني واخا غلا زيت العود، ولكن زيت العود تقريبا في الثمن كتخلص شي زيت العود شريته في الوقت اللي كان فيه 5 يترو ب 15 اورو، 3 يترو 3 يترو متاع اسبانيا ب 15 اورو معطيه يعني كانت قل كاع 4 اورو وشي حاجه، ما كاملاش 5. اذا وساقي اللي بغيت وساقي، يعني عمر شد هذاك الشيء ودير حل، عمر به بير من تولى هذاك، ولا الزيت من هذاك الاثمنه. تشرحوا لي اللي يعرف اشنو معنى وسق. وسق ربما بالشمالية، هاد الشخص غالبا باين في مغربي، محال واش يكون جزائري. اشنو هي وسق؟ زعما سقي، وسق هي سقي على حسب كوم كواري لانغويست. حولت الاحرف الاولى والثانية، سقو سقو وسق، يعني سقي سقي. بحال هكا وقتها ولا غادي 10 اورو 12 اورو كذا، انت تقدر تخلصها يعني واخا غاليه. ماشي، اما في المغرب مثلا راه كتوصل، وكيضطروا الناس باش يشريو زيت، انت كتحاول تشرب تاكل غير الزيت البكر الممتاز، البكر الممتاز. اما هما كيقدروا زيت البكر بحال شمال البكر، على زعما بنادم ما زيت البكر. يشريو الزيت يقتصدوا ديك 1000 فرانك ولا شي حاجه، هو شراو رخص من المجازان، هو مغشوش صافي، لان بالطبع هامش الربح كبر، اذا احتمال الغش يعني كيكبر، ما هذا الشيء ما فيه شك. كاع البائع الا ما كان حمق هو ما عنده عقل، يعني ما عطاهاش، ولا ما يمكنش اللي كيبيع الزيت بحال داك الشكل اللي كيبيع على دروغ، داك اللي كيبيع على دروغ الاول كيزيد فيها، اللي كيشريها من عنده يعاود فيها البيع نص جمال ولا مع نص 4 جمال ولا شنو كيعاود يزيد فيها، يعاود يزيد فيها. يعني الزيت من ويه صراحة الحشيش من كتامة كيخرج رخيص، ومن بعد كيولي يتباع غالي. علاش؟ لأنه كيبقى غالي من اليد ليد. فري هاد القضية اللي قال ولا غيزيدوا فيه، هذاك اللي غادي نص جمال غادي يزيد فيه، وغا في التالي غتولي 50% ولا 60% على الزيت الرومي، على حق الربح. الزيت 2000 ريال لترو يعني، والزيت الرومي بشحال؟ ولا كيبان لك حساب سهل. المهم الامور كثيره، نقد الهضره ديالي باش ما تفلتليش. هذا الصباح هذا سمعت واحد الانسان كيأكد، يعني واحد الراديو كيجيب واحد الانسان اللي هو خصو ما يجابش، لان ما عندوش دور محوري في واحد العملية سياسية. الليلة لخص اكثر البرامج التلفزيونية ديالنا، قال لك جابوا شي واحد في الراديو ما خصوش يتجاب صافي. نيشان عطيني رشيد شو 99% ديالو نطبقوا عليه هذه الحكمة هذه بروج. اللي هي تسالات البارح، هو كيأكد فيها على داك الشيء اللي كيعنيه هو خصوصا، ولكن هو ليس بالناطق، هو المهمة ديالو تسالات. كان في الانتخابات الأوروبية، تسالات الانتخابات الأوروبية صافي، هو ما عندوش وزن سياسي، ما عنده المنظمة اللي عنده راه صغيرة صغيرة بزاف، وكان بحال القاطرة
بالنسبه للانتخابات الاوروبيه. مساله الانتخابات الاوروبيه خصو يرجع اللور، ما وشكون اللي شكون اللي خول ليه الحق اعطاه يعني مهمه التحدث باسم واحد الشيء اللي هو كيفوت الاف السنوات الضوئيه، وتهضر بداك الشيء اللي هو تعتبره مهم. علاش علاش الاذاعه ما كتجيبش واحد اخر ما كتفهمش هذا اختيار ديال المحرر الاخبار ولا شي حاجه، كيجيب هاد خينا هذا ويعاود يجيبو، وما اكثره من الناس الاخرين اللي يقدروا يهضروا هما اللي منطقيين باش يهضروا، هما الشرعيين باش يهضروا. المهم ما يسمى باليسار دار التحالف هو كد على واحد الاشياء اللي كتعني المسانده المطلقه لاوكرانيا، وما كيهضرش على غزه نهائيا. كيقول لك هنا كان ايدو غادي يدوي على غزه، ان اللي كيوقع فيها راه جريمه انسانيه وهولوكوست وجينوسيد. اوكي واحد الوقت غادي يولي يقول لنا حتى الصين خصنا نهضروا عليها، حتى الصين هي خايبه. وكذلك غيدوي بواحد الشيء جميل انه يقول جميع لي ماساك ضد الانسانيه خصنا نهضروا عليهم، لان الانسان عموما خصو يكون جماعي يهضر على الشعوب الاخرين من غير واحد القبليه ولا واحد العروبه ولا صحيح كندوي على فلسطين لانها مشاركين معها الدين ربما كمغاربه، ومشاركين معها العروبه كمغاربه الى خير بعض المغاربه، ما ندويش على الجميع، ولكن خصنا نشوفوا كل شيء، كاع المجازر في التاريخ سيئين وخصنا ندينوهم. اكد على داكشي يعني تيهودي اللي فيه هي اللي كتهضر، وحنا هاد المشكل ديال تيهوديت او تعربيت او تمسلميت او شي حاجه او تمزغيت او تشلحيت ولا شي حاجه، واش حنا غنبقاو دائما نهضروا باسم باسم دائما يعني لاصقين مع الحاجه اللي هي كبرنا فيها؟ انا ما نقدروش نوسعوا يعني الاطار ونشوفوا ونقولوا حنا اصلا بعدا كننتميو للعنصر البشري. اذا العنصر البشري فيما كيعاني، فيما كيعاني شي بشر راني معني، وندافع نكون ضد الظلم، واخا ما يكونش الظلم كيهم يعني الناس اللي عندي واحد العلاقه ولو علاقه رمزيه معاهم. انا كنسمع على الشينوا كيظلموا الايغور، وكيظلموا واحد الشعب صيني مسلم حتى هو، تركمانستان الشرقيه، وكاينه منطقه اخرى تاعي فيها المسلمين. اذا ولكن الصين راها ضربت التيبيت، والتيبيت هما خصنا نضامنوا معاه، لان المهم هنا غير بدا يقول شي معلومات اللي هي سياسيه الى اخره، انا ما متاكدش منها، ولكن غير يهضر غير يعبر، المهم الفكره باينه. الصين دارت لي دوز داكشي دوزات على التيبيت، ماشي كيفوت داكشي اللي كدوز اليوم على الايغور، ولكن حتى هي يعني استباحت هذيك المقدسات التيبيتيه، دارت اللي بغات، وشاف هادشي في الثوره ديال سميتها هذيك هذاك الشيء اللي كان داروا ماو، هذاك الثورة الثقافية، هذاك الشيء يقولها هذاك التخربيق ديال ماو، هذاك الإجرام ديال ماو، جريمة يعني اللي طلقها ماو باش يعاود يسترد السيطرة على الحزب الشيوعي اللي كان تيفلت ليه، ودفع هذوك الشباب يعني الغير المتحمسين اللي هو عاف يلعب ليهم على عقولهم، وصيفتهم منها ناضوا كيهدموا في المقدسات ديال التيبيت، منها يعني يحرقوا مكتبات، يحرقوا أديرة الى اخره. الصين عندها سياسة القمع، ما عندهاش مشكلة مع عقيدة بالذات، عندها كاع الاقليات خصها تمحيهم وخصها تصينيهم كما تيقولوا في فرنسا، وهي خصها تدير ترجعهم صينيين اقحاح، بالدليل بان ريبت جوامع غتكون على الطريقه التركيه، اربعه الصوامع ولا شي حاجه، ودارتهم بناتهم على الطريقه الصينيه، يعني دارت لهم
الفوق ديالهم صيني، تقدر تحرم، تحرم الحياة، تحرم هذيك سميت اللي كدار الطاقية، تقدر تحرم كاع المظاهر. والصين مشات بعيد، مشات بعيد. ولكن مثلا باش نقول لكم راه شحال من سيت ويب ممنوع في الصين بالقمع، ما كاينش يوتيوب، ما كاينش تويتش، ما كاينش بزاف، ما كاينش فيسبوك، ما كاينش بزاف في الصين. إلا افترضنا جدلا بأن هناك أمة إسلامية، يعني ما كاينش تيك توك، هما صايبوا تيك توك ومانعين تيك توك، كيف هادي مزيان. كتسبق العقيدة. هاد الناس اللي كيمشيو جهة العقيدة كيقول لك حنا عندنا إخوة، وفي التالي ملي كتجي كاع لنفرض جدلا بأنهما كيختاروا كينتقيو غير الناس اللي قراب ليهم، واخا يعني ايغوري اش من قرابه ما عرفتش، ولكن ما عمرك غتلاقى بيه، ما عمرك ما كتعرفش اللغه ديالو، ما كتشوف الملامح ديالو، ما كيشبهوش الملامح ديالك، ولكن بانه هو مسلم. اذا انت الا كان ايغوري كيتعرض لذاك الشيء اللي كنسمعوه، ما كنسمعوش من منظمات اسلاميه، كنسمعوه من منظمات اخرى، هيئات اخرى هي اللي كتجيب الاخبار، وهي اللي كتجيب الصور، وهي اللي كتجيب داكشي يقولوا ليه. وشكون هما الشركات اللي كيحاولوا مثلا الناس اللي كيدفعوا الشركات باش ما تخدمش او ما تستافدش من هذيك اليد العامله الاسيره. برو كان كيدوي على الموضوع شويه، نقد دغيا الشركات، والشركات عندها علاقه بالعبوديه، وهي فري كاينين السويت شوبس كيتسماو. واحد كيفاش هادشي كامل بدا مناش من الفطور بزيت العود والعجينه والقمح. او اللي مديوره في فاش تيقول ليها كتخدم بزز منها من اجل الشركات. يعني شكون اللي كيتضامن مع الايغوريين؟ هما ما يسمى بالشركات الغربيه او الراسماليه ولا شيء. ما كاينش المسلمين، ما كاينش مقاطعه للصين، لا هي مقاطعه مثلا دبلوماسيه، لا هي مقاطعه اقتصاديه، لا هي مقاطعه ثقافيه، لا هي، ما كاين والو، بحال ما كاين والو. وجاو الايغوريين لتركيا، يمكن لا تركيا يمكن لا يعني الصين، يعني يمكن لا صيفطت منهم شي وحدين ولا شي حاجه، ولا جرات عليهم ولا ما عرفت. وكان جا واحد الايغوري للمغرب الاقصى وصدروه يمكن الصين، ولا كان شي احتمال باش يصدروه للصين، وكيعرفوا الصين يرجعوا للصين اش غدير لي. اذا ولكن هادو كيبقاو حالات. اما الجاليه مثلا في مصر، التعامل ديالهم مع الايغوريين طلبه او غير طلبه او لاجئين او شي حاجه، ماشي يحتفى بهم يعززون. انت تقول لك مصر قداش فيها 100 ولا 200 ايغوري، هذوك يكونوا الناس هازينهم على الكتاف، يعني اقول لهم انتم اخوتنا في العقيده. تما اللي كتبان الاخوه الاسلاميه واش يقول لي، وكيبقى هادشي غير هضره. الاخوه الاسلاميه فين هي بالروهينجا اللي سمعنا بهم؟ فين هي؟ فين هو؟ يقول لك الروهينجا مساله اسلاميه تهمنا. هاد الروهينجا كل واحد غيشد، يقول لك نشد منهم انا 10,000، 10,000 ونوطنهم عندي مؤقتا، درنا مؤقتا حتى تحل المشكله، حتى يطيح النظام العسكري اللي قائم في بورما وكذا وكذا وكذا. اللي عندي نقسمه معاك. انت مسلم، ملي كتنطلق من هاد القاعده هذه، القاعده هذه السوريين جاوا للمغرب كيطلبوا، يعني اش كترجع الانسان لوضعيه طالب كيمد يديه. السودانيين كذلك في المغرب وفي دول اخرى كيطلبوا، ماشي الناس كيضايفوهم وكيقول لهم اهلا ومرحبا باخواتنا في شو. السوريين جاوا للمغرب، السوريين اكبر ولاد القحاب، ما كنعممش، واحد 90% منهم بزاف كيكذبوا وكيسرقوا وما عرفش داك الشيء، كيطلبوا وما ما طالبينش. المهم خلينا ساكتين. صح، اللغه في الهويه في كذا في، يعني فاش جاوا السوريين للمغرب راه تعاملوا معاهم الناس. كان واحد الوقت داروا مشاكل داك الشيء باش ما بقاوش في المغرب بزاف، وغالبا طلعوا لاوروبا،
وفي اوروبا داتهم السوريين، داتهم المانيا، استقبلتهم المانيا وداروا ليها تما مشاكل، ملي كلاو وشربوا بداو كيديروا مشاكل. المهم الصاد هذا احنا غادي ما كذا ما كاين والو من هادشي. اذا السودانيين خص ترحب بهم، هذه التاريخ المآسي قربت جعلت الناس يجيو لعندك. والسوداني اش كتاكل؟ اتعرف عليه، توكلو ماكلتك يوكلك ماكلتو، يغني ليك داكشي اللي يعاود لك على الحياة في السودان، الطبيعة، الفصول، اشنا هما الحوايج اللي الفصول جميع المناطق في العالم عندها 4 الفصول، جميع المناطق، ولكن ضحكني. هي اللي تتميز بهم، تتميز بهم هذوك البلاد، هذيك البلاد، كل شيء. هذه فرصة، فرصة باش هذاك الحاجز يعني الزمان المكاني، هذاك البعد ما يبقاش، يعني باش بغى يقول زعما انصهار الثقافات، بحال داكشي اللي كاين في ميريكان وداكشي، ان شي وحدين اللاجئين اللي كيجيو نستقبلوهم الى اخره، وهادشي راه وقع صراحة، هادشي وقع. نيت بلاد الإسلام محلولة لجميع المسلمين، هي أولا كما داروا في أوروبا. هنا واخا عندهمش الخلفية الدينية، وإنما عندهم خلفية سياسية اقتصادية شوية فيها الثقافة، وقالوا نحيدوا الحدود، اتنقل اتنقل يا الأوروبي، اتنقل يا الصلابي، انت صلافي ماشي اوروبي، وتنقلت انت ولي في اوروبا، وتنقل مع راسك كاع في ما كانوا. شي واحد عنده ريحة اوروبا اوروبي، توخى تكون غير ريحة الشحمة، دخلوه حتى هو، وعلى الشحمة في ساقهم. الليتونيين، شي حوايج تاريخيين ما عندهم علاقة باوروبا، ولكن دخلوهم حتى هما في اوروبا. علاش؟ يعني دخل الامة الاسلامية، ملي كتجي كتقول هادشي كامل ما منه والو، اذا نفتح انا، ما نبقاش يعني في هذه الحدود الضيقة ديال واحد العقيدة ولا ديال واحد المنطقة الجغرافية. يعني التضامن ديالي يكون تضامن يعني مفتوح لجميع الأشخاص اللي هما في وضعيات يعني ضغط، كيتعرضوا لشي ضغط. فمثلا ملي تلقى دولة يعني العقيدة ديالها، يعني العقيدة اللي كتعلن عليها كتقول بها الإسلامي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ماشي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ماشي أنت تكون أنت هو السبب باش توصلهم بعد أصلا لمرحلة القتتال، الدفاع باش توصل يعني باش تكبر الأمور، باش يبدا التوترات. يعني انت خص تقوم بالصلح، والصلح خص تقوم قبل مني تعرف كاين احتمالية الحرب، لان هناك قوة عسكرية، جوج القوى عسكرية يعني تبان لك بان بعض الاشخاص يقدر يكون عندهم يعني واحد التعارض. هذا التعارض هو اصلا العسكر ما خصوش يحكم، مسيين القضية بين السودان. هناك لا، هذا السودان هذه انقلاب، انقلاب من انقلاب، انقلاب النميري، انقلاب يمكن لك قبل منه شي انقلاب آخر، من انقلاب هاد مصر وهاد السودان وهاد انقلاب. يعني مصر كتعيش، يعني شكون اللي كتعيش تحت انقلابات، يعني توالي انقلابات، وانقلاب لن ولن يكون يصل إلى الشرعية ومهما مر من الزمن. عبد الناصر انقلابي، أوس الدينة إذا قلتي بين السيسي انقلابي، عبد الناصر انقلابي، ما كاينش اللعب. هذاك طريقة الوصول للحكم ليست بالطريقة التي يعني ينبغي أن، ما كاينش تفاهم مع انقلابيين. الجيش المهمة ديالو معروفة، خاصو يبقى في التكنات، ما عمرو خص يخرج من التكنات ديالو. الا كان شي قلاقيل، كاين قوات يعني هي المهمه ديالها هي الحفاظ على الامن الداخلي. الجيش الامن الخارجي لا يتدخل في السياسه ولا الا على المصالح ديالو. مثلا الا كان عنده شي مشكله مثلا في
في عنده شي مشكلة، لأن عنده ما عندوش باش يقوم بالمهمة ديالو، عنده داك السلاح ديالو قدام، ولا خصو قطع الغيار، ولا خصو غير باش يقوم بالمهمة ديالو، أما باش يتدخل ويولي. هادو الإخوان المسلمون كانوا دفعوا الجيش باش ياخد السلطة من عند النميري، كنظن لا من عند شكون اللي كان بعد النميري، المهم غيجي هذا البشير، ولكن بيناتهم شكون اللي كان ما عقلتش. المهم كنظن يمكن من وحاولوا هما ما يطيحوش المشكلة اللي كان طاح فيها الإخوان المسلمون مع عبد الناصر اللي انقلب عليهم، ناضوا تحكموا في الأمر. ولكن من بعد جاء انقلاب عاوتاني من العسكر، هي كانت أحداث يعني داخلية يعني، ولكن العسكر هو اللي قام بانقلاب على البشير. إذن هاد المعلومات كاملة ما متأكدينش منهم، ولكن صيغة هو وصل لفين التاريخ ديال مصر. ليتس جو. العسكر مني كيوصل ما كيرجعش السلطة، كيحتفظ بيها. بين قوسين غادي جبت العسكر من الملك ديال المغرب في الفيديو. حاول يحتفظ بالسلطة هذه، يعني الكبار الجنرالات والتخربيق ديالو كيبغيو يحافظ، لأن كيكون عندهم كيفاش يعني الحكم والنفوذ والتسلط، يعني شي حوايج، أو السلطوية حوايج يعني أي واحد كتغريه. يعني واخا يكون عنده اللي عنده، يقول لك انا بغيت انا نكون هو الكبير ديال فوق الكبار كاملين. المهم هاد البرهان يعني رئيس مجلس السيادة، رئيس مجلس السيادة، السيادة بعد كان المجلس تاع السيادة، هو الرئيس، هو السيد فوق السيادة. المهم هاد الامارات هادي، وقالوا عليها الناس في قصائد واحسن القول والوصف: ألا قبح الله الإمارات أو سعي الإمارات، ألا أضل مش قبح الله الإيمان والتوبة. أدل الله الإمارات ألا، يعني كان الواحد الوقت كان فيها زايد، كان كيسمع الواحد زايد. المهم يعني ما دارت دائريا كتسمع بزايد الامارات، كتحاول تعرف ثلاثة الجزر عندها شادها لها ايران، كتعرف يعني كتعرف هاد الشيء هذا. امارات ما عارفش عليها بزاف، كتعرفها بانها هي بالطبع دولة فيدرالية ولا شي حاجة بحال هكا. عندها إمارات دولة فيدرالية. برو جوجل دي شيت واش صحيح ولا لا؟ مليون في المية ماشي صحيح. كيفاش الدولة فيدرالية؟ جو سي با. المهم عندها مصادر ديال الدخل الطاقوية، وهادشي اللي كتعرف عليها. واش كتسمع بين زايد كان سافر لشي بلاصة، هادو اللي كانوا كيمشيو غحفيانين، واش سافر لشي بلاصة يعني، واش عاون في شي حاجة ولا شي حاجة، ولكن ما كانش عندهم حتى ولا ولادو هادشي اللي دايرين، هادشي اللي دخلوا. والعجيب في الأمر كانت هنا في أوروبا حملة قداش هي على قطر إعلامة، وكانت على المغرب، والحق يقال يعني هو اللوبي شيء معروف، يعني مسموح بتكون عندك اللوبيات، ولكن الرشوة ترشيح واحد الإنسان باش يمشي جهة القضايا ديالك، يعني الرشوة اللي قام بها المغرب، الأمور اللي قام بها المغرب وقامت بها قطر، يعني ما بالطبع أنا ما عنديش تفاصيل، أو بدك يجبد المغايب، عندي جبد المغايب، نحبط الفيديو. ولكن سمعت واحد شتي شي حاجه، كاين فلوس تعطات لبعض الاشخاص، ومنهم كانوا في الكتله ديال الاشتراكيين، اشتراكي هو كيترشى. المهم هو الا كنت عندك قضيه عادله ما كتحتاج ترشي، القضيه تدافع على راسها براسها، كتبيع راسها براسها، ما محتاجش يعني بحال شي واحد عنده شي سلعه زينه راه كيجيو عند الناس كيكون الاقبال. كاينه بحال واحد خينا كان تيقري في واحد ليسي سنه الباك ولا شنو، وكنا كنمشيو من ليسي ديالنا نمشيو ليسي ديالو، على حق كان عنده سمعه مزيانه، وحقيقه كان داكشي زوين. هادشي اللي كاين، والامارات
ما كاينش عليها يعني ابحاث، وكيخرجوا عليها كتب وكذا على التدخلات ديالها، والتدخلات ديالها واضحة واضحة وزعما كثيرة. التدخل ديالها في اليمن، الى جينا نشوفوا التدخل ديال الناصريين في اليمن، يمكن ما عرفتش كيفاش كون جا حدث اليوم كيفاش غيهضروا عليه، ولكن التدخل ديال الامارات في الامور اللي هي يمنية، وكيفاش اجت الصراع وخلقت واحد التنافر وخلقت يعني تناحر وخلقت مآسي. هذه الامارات بغات تخلق يعني الثورة المضادة، هي زعمت الثورة المضادة، والقوة اللي عندها هي قالت بأن الإسلام السياسي هي عدو ديال الإسلام السياسي. وبعد أصلا خص واحد يفسر شنو هو الإسلام السياسي، والإسلام كله سياسة، ما كاينش إسلام سياسي ولا إسلام غير سياسي، الإسلام هو السياسة، هو حكم البلاد الإسلام، يعني التحكم فيها، السيطرة على كل شيء. يعني الإسلام لا ما معاش يعني وجود يعني سلطة موازية ولا شيء، شرعية موازية. كيفاش تقول الإسلام السياسي؟ يعني لا، الإسلام كتكفي. إذا أنت خرجتي من يعني شي حاجة غير واضحة، مي كتوصل مثلا وكتدفع كتأثر، كيكون عندك التأثير ديالك الحدود بأن الدولة الفرنسية كتقوم بحرب على المسلمين، حرب يعني مفتوحة. يعني علاش؟ واخا كنسهل شوية كنزرب شوية في الهضرة، لأن كاين واحد كيخص بعض التدقيق، ولكن ما كاينش الوقت وما كاينش الكانال لهادشي. هذا الهضرة خاصها تمشي بحال هكا وصافي، مني لأن أصلا التحكم ديال السلطة الفرنسية في الإسلام هذا الشيء يعني سبق يعني التدخل ديال الإمارات. و اوكي، انا درني راسي صراحة، حسن درني راسي، وكان الشخص هذا غريب جدا، ربما غادي يوصل بعيد في اليوتيوب، ما عرفتش. فصراحة حسن ما عرفتش واش ابلوزيت الفيديو للقناة ديالي ولا لا. غريب هاد الشخص هذا، شو سميتو؟ مجمع الصحاب دا كيدوي في السياسة. انا ما عنديش مع السياسة. ما هو شكل الدولة الذي نريد؟ خويا إذا كان كيدوي على شي حاجة ديال المغاربة والسموحات، أنا متفرجتش فيه. What the fuck. زي خونا كان عنده الشعر بحال هكا غير 10 أيام. وشوف والله إلا من نوك، وحق الله. كلام بتأني أكبر صناعة سردية موازية، ما قد يعنيه الحديث بعنف، الحيرة اللي كتشد بنادم. أشوفوا الحيرة اللي كتشد بنادم. الحيرة التالية، آخر زمان ديال الواحد، آخر أيامه، وخا يقول اللي قال، قولوا له تاني في يومه. المهم كتبقى هذيك القولة ديال ما بقى قد ما فات، الحيرة اللي كتشد بنادم، وكيبقى واخا راه هو علماته ليام يفرق ما بين الحوايج، هذه عنده فيها يقين وهذه عنده فيها شي حاجة ما بين وبين، عاد الفصحى مصد عين الراس تأرجوح، هذا الدارجة المغربية بعدين من الفصحى. المهم حاير يعني بنادم باقي تيعيش، لأن عنده واحد معود مولف يعيش بواحد الطريقة، وبحال شي حاجة اللي لا مشي شي كورة ولا شي تخربيقة صيفطيها ما كتوقفش، كيخصها واحد الوقت طويل باش توقف، يعني غير انت كتعطيها واحد الانطلاقة هي كتبدا وكتبقى تحرك وتحرك وتحرك وتحرك. يعني بنادم باقي عايش على هذاك الشيء اللي كان مولفو بكري،
واخا كبر باقي تيعيش هو، وبعض المرات هو عنده 20، هو عنده 30، وبعض المرات عنده 15، عنده يعني نتابج. ولكن يعني هذا الإطار، هذا المشكلة هذه كتبقى شادة. بنادم ما ثابتش شتوه، ما عنده 15، ما عنده 42، وكنا نعرف إذا بغيتي مثلا تشوف راسك يعني في السن اللي انت فيه، هاد السن اللي هو يعني حسب التقويم الميلادية والتقويم الهجرية وشي حاجة أخرى، المهم كيقول لك كاين واحد العدد نقدروا نقولوا ما كنتشابهوش، لأن السن الفيزيولوجي ديالنا الداخلي يقدر يختلف. يعني عندي أنا 61، هاد 61 ديالي راه كتعني 70 بالنسبة لواحد آخر، أو 50. يعني الحالة اللي عليها أنايا ما كترتبطش بهذاك العدد اللي تنديرو في الأوراق. يعني ما تعرفش كيفاش توصف راسك. اللي بغا يقول هنا هو ان لاج مونطال كيكون غالبا طالع على لاج فيزيك، غالبا لاج مونطال كتقول شحال عندك في العمر. انا واخا عندي مثلا 25، وكان كنقول مثلا قد يكون في عمري 40 وانا في عمري 25، فهمتي؟ اصلا واش انت نيت عندك هذاك السن، ولا عندك قل منه، ولا عندك اكثر منه، ولا اذا الحيره شاده بنادم. وباقي العجيب في الامر، باقي عنده شي، باقي باغي عنده شي امال، عنده شي تخربيقات باقي باقي قادهم. الوقت ما بقاش كيشاد قاد، وانت ما بقاش عندك نهائيا الوقت لداكشي. يلا غادي تقاد شي حاجة لا قديتيها، المهم اش باقي غتقاد؟ غدير وصية. شنو هي هاد الوصية؟ هذه قدامي وصية الوالد. شات انا ما متفقش مع هذه القضيه. ما حدك عايش، ما دائما عندك الوقت، دير اللي بغيتي، دير حوايج جداد. ما تقولش لا ما بقاش لي الوقت. ممكن يكون في عمرك 70 عام وتبدا الرياضه وتولي واعر. لا لمن هذه الوصية، يا ويد عنده ولاد ووصية ديرو ما دايرين بيهاش، ما حسك. لأن إلا بغيت دير خص دير شي وصية واحد الشكل زعما، واحد المستوى باش يبقاو الناس يتعجبوا فيها. أما لا، هاتي وصية نمطية عادية، شكون اللي يديها فيها؟ المهم مات يبا، ومن بعد منه ماتت بنت اخته، اللي هي بالطبع يعني صغيرة بالنسبة لي. هاد بنت اخته ماتت، جاتها واحد المشكلة، وخوها تا هو مات، مات قبل منها بشي 3 سنين ولا شي حاجة بحال هكا. وهو كان معاودو ليا، كان جا عندي يبا يشوفو. يبا ديك الساعة باقي حي، هو باقي حي ولكن كان ضعيف، ما بقى فيه ما يتشاف، يعني غادي للموت. جا شي داك المرض اللي معروف السميه بلا ما نقولها. المهم واحد الوقت فكرت انا في واحد، لقيت شي حاجه كتقول لك خصك تمشي للحليب تاع الام، راه فيه شي حاجه تقدر تعالج هذاك الشيء. إذا كان كيدوي على السرطان، السرطان ما عندوش علاج من غير كيميو ثيرابي، وغالبا كتصدق غالبا ما كت كل يسأل حليب الأم ما يعالجلك السرطان. يعني انا كيفاش نقولها لك خينا، وفينا فينا فين وصل هو في المرض ديالو؟ واش ما يعني حاجه ما قدت نفهم معاه ولا شي حاجه؟ واش نيت كان كيداوي ولا ما كيداويش؟ جات خطو دازت نقول 3 سنين كاع ولا شي حاجه بحال هكا، وخطو تا هي مشات بمرض يعني بنفس السميه اللي كان سميو بها ذاك المرض، وانما في شي حاجه اخرى، في شي طرف اخر من الجسم ديالها. هاي دروكا هذيك اللي ما قلتهاش لخوها، ما قلتهاش هي بالطبع، هي كاع رفضت تعالج كاع بمرة. المهم المرض داها في 6 شهور، يعني ما يعني شي حاجة يعني كتبقى عندنا واحد المشكلة. مثلا إذا قلنا الموت بالنسبة للإنسان اللي هو متشبع بواحد النظرة، عنده واحد
كيشوف العالم بواحد الطريقة. هذاك الإنسان تيقول لك أنا الموت ديالي ماشي مشكلة، لأن أنا غادي عند الخالق ديالي. يعني اش فيها من، علاش غيتأسف ولا غادي يبقى فيه الحال ولا شي حاجة؟ أصلا غادي نخلي مرايا زعما تريكتي نخليها، يعني نخليها ونقولوا اللي خلقها راه مكلف بها. يعني انت راك غير وسيلة، ماشي انت هو مرشي. مرشي هو اللي كيحكم، هو اللي كي انا ما متفقش مع هذه القضيه ديال اللي خلق واحد الشخص هو اللي مكلف به. ما كاينش شي لعبه سميتها ولدك يتزاد برزقه، يعني ما كانش ولدك ضامن ليه فلوس وداكشي قبل ما تولدو. اذا كتبقى واحد شي حاجه في شكل. يعني الموت، يعني من ما جيتيها ما عندكش شي هضره اللي غتقولها عليها اللي غادي نقولوها. هذه الهضره شي يقولوا لي. المهم هادشي ديال الحيره ما بقى اللي يسمع ليك، ما بقى اللي يقلب عليك. يعني صعيب تولي شارف وحداني. ها شنو قال؟ اغلبيه الشارفين مساكن كينتحروا. علاش كيقول لك انت ما كاينش اللي يسمع ليك، ما كاينش اللي يهضر معاك، ما والو. داكشي باش يوتيوبر راه تيدوي مع بنادم بحال هكا، تيعطيه فرصه انه يدير فيديو واخا 144 بي وما كيتفرج فيه حتى واحد. المهم راه كيفرح انه كيقرا لي كومونتير وداكشي. ما كتسوى والو. شارف ما بقى عندك، بقات عندك، يلا يعطوك سمية شارف عجوز ولا يسميوك. يعني اي واحد وقت يقول لك طاعن في السين يخرجوا لك ديك المفردات. المهم برو اتس سكيري انك تولي شارف وانت ما داير والو في حياتك. سو فاكين سكيري. شيخ اش من انت شيخ هادي. المهم انسان كيبان ليه ما تيفهمش كيفاش دازت هاد الامور بهاد السرعه هادي. هاد السرعه هادي هو باقي تيعيش ما بين في البدايه ديالو. وقت كيرجع للبدايه ديالو، كيشوف راسو واخا ما كيعقلش على الملامح ديالو، ولا ما كيشوف راسو باقي دري صغير. يعني كتبقى لي واحد شي حاجه مرسومه في الداخل. واو كيشوف غادي في واحد الطريق وغادي نبين واحد المنظر. مثلا انا غادي نبين الحضار او ما غادي نبين الحضار، ما بغيتش نمشي، داوني بزز مني وكلوني العسل الى اخره. كيفاش الحضارة والعسل سيفوت في التخيل؟ بعد بقيت ذاك الحضار. يعني انا كنتذكر مثلا هذاك الوقيته اللي هذاك الانسان اللي كنت قدامه كتب لي بقلم راسه شي حاجة، ومن بعد انا تبعتها بالقلم ديال السمخ. وتما من تعلمت نكتب، وانا باقي كنرجع لهذاك الوقت اللي كنتعلم فيه كنكتب. هذا هو المشكل. كنقدروا مرة هنا ومرة هنا، القدام ما كنقدروش نتخيلوه القدام شنو هو. ولكن شوفي نقول بهاد الهضرة، انت ماشي حاضر في الوقت ديالك 100%. يعني راك الا تقول هاد الشيء اللي حاصل لي راه عادي، لان كبرت في السن. اللي كبر في السن كيبعدوا كيتشتوا صحابه. يعني هاد السن تقدم في السن كيعني حتى وحدانيه غادي، وكاين انسان كيتوحد. هاد شيء طبيعي كيوقع لكل شيء. انما That's sad, sorry. تذكر شي ايام وانت باقي عندك واحد نوع من الحوار ولا مؤاخذه ولا ما عطيتش نيه على واحد مجموعه من الناس اللي واخا هادي 20 عام وزياده ما شافوكش، باقي كتشوفهم بحال ما كانوا معاك غير البارح. المهم من هاد الشيء، هاد الحيره هادي اللي شادانا وبعدنا كيفاش نواجهوها. والدينا ما خلاوش لينا، والدينا تا هما ناس عاديين، حتى هما تيكونوا مصدومين داكشي اللي وقع ليه. كيفاش هو حاصل
وغادي يقول لك، غادي يعطيك ويقول لك كيفاش تخرج من الحصله. وحاصل حنا كيتسحبنا، كنا كيتسحبنا، الوالدين كيكبروا، اذا راه تيولوا تيتحكموا في كل شيء. حتى كلمه، كل كلمه كيقولوها كيقولوها باتزان، كيأخروا، ما كيقدموا، يعني ما كيديروش، كيرتكبوش الاخطاء، ما كي يعني راضيين داكشي اللي واقع ليهم، لان بالنسبه ليهم هذه سير، هذه سنه الحياه. يعني حتى هما شافوا داكشي اللي وقع الاخرين قبل منهم، هما كانوا صغار والناس كانوا كبار، الناس اللي كانوا كبار راه ماتوا كانوا، وغاديه الامور بحال هكا. المهم يقولوا حنا كبرنا ولكن حنا خلفنا، يعني غادي نموتوا ولكن غنخليهم ورانا. هذه الحاجه الطبيعيه. وانت كتجي لعند باك ولا امك، والباك ولا امك حتى هو راه كيعاني من نفس الحيره، ها هو صغير ها هو كبير، هو بحال نقولوا هو تلقاه كيقول لك كون صاب اللي رشدوا، اللي يجاوبوا على الشيء اللي كيبان لي يعني حاصل فيه. علاش شرفت انت يباك بالنسبه لك عادي يشرف، لان هو يباك غيشرف قبل منك وغيبان عليه هذا، وهو ما قابلش يشرف كما انا ما قابلش نشرف. واخا That's so fucking deep. صراحة يعني ما يباك عميق واحد، وانا عميق. ما قابلش، قابلش هاد الوجه هذا وهاد الحالة اللي انا فيها. اذا الحيرة جاية من شي حاجة بحال هكا، ما عرفناش كيفاش نجاوبوا عليها. الانسان ما بقاش فيه حتى جرام، بقى فيه جرام ديال الحيوية، ما ينوض الى ناض، يعاود يجي يعاود يجلس، بقى يقد على والو، ما بقى That's depression. اكتئاب ما عنده حتى علاقة بأنك كبرتي في اللاج. غالبية الناس كي كبروا في اللاج كيكونوا ما تيديروش رياضة، عندهم مشاكل إلى آخره، كيجيهم اكتئاب. هادي أعراض الاكتئاب اللي كيقول دابا. بقى داكشي اللي بقى باغي قليل، بقى قاد على، بقى باغي لا صداع، ما بقى باغي لا هضره كثيره، بقى وحتى لا هضر، كيلقى راسو كيهضر على شي حوايج قدام. واش انا غادي نهضر 30 عام 40 عام شي حوايج عندهم 40 عام، واش انا نهضر عليهم؟ واش غندير بيهم؟ و40 عام باش وقعت هذه الواقعه. انا داكشي راه كاين بنادم اللي كيهضر عليه تهمني باقي حي وراه مات. كلشي كيتبدل. يعني انا ما الى هضرت كنلقى راسي كنخلط ما بين قديم وقديم بزاف، وشي حاجه جديده شويه، وما حتى شي تهضره مقاده ما كاينه. اش بغيتي تقول؟ اش بغيتي تقول اللي هو واضح وانت عايش في ازمه قداش هي حيره لي يعني جيتي تلقى راسك آيات كيرجعوا لك للراس، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت. ما عرفتش علاش بنادم تا كيقرا بيكبر عاد كيولي متدين كيولي خايف. كبرنا بحال هكا، ولكن كبرنا على هاد الأقوال هادي وهادشي، واخا هكاك ما تشبعناش بيه. يعني كتشوف ملي كيقول أينما تكونوا يدرككم الموت، راه ما كتعنينيش أنا، كتعني واحد آخر، كتقول على المتقويين، على الناس اللي متحكمين في الناس اللي هما بانيين قصور وبانيين ما عرفتش شنو هما، الطغاة زعما دوك المستبدين. اوه اي شوف السياسة عاوتاني يعني خرج من الفيديو. اما انت انسان ما تديرش على خيبه، عاد قول متاع الدنيا قليل. واش متاع عندي انا اصلا؟ اش متاع دابا؟ خويا جبت القرآن. المهم اي حبيبي ما تدوش عليه. اش كسبت انا؟ والآخرة خير، وعد الآخرة إمتى غتجي؟ الآخرة خير لمن اتقى.
ولا تظلمون فتيلة. قد قد زعما غتاخد داكشي اللي كتستحق. وان هاد الشيء هذا ما كيكفيش، ما كيكفيش. كيفاش غادي دير راسك في هاد الشيء هذا؟ وهذا يكفيك باش تجاوب وداكشي. انت ما عارفش علاش كنت كاع، علاش دزتي من هاد اللي كت تسمى الدنيا؟ علاش علاش هادشي كامل؟ لان شي حاجه مثلا نقول لك غادخل تاكل واحد ماكله صعيبه واعره، يعني شي ماكله مفخمه وما عطيتش شنو بغا تاكل، كاع داكشي اللي ما هو زعما غالي في الدنيا كامله غادي يجمعوه ويحطوه لك.